بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب الأربعين، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان. يستحب أن يمر إذا مر الرجل الكبير على الصبيان أن يسلم عليهم، وكذلك يستحب للصبي أن يسلم على الرجال، فإن ألقى الصبي السلام على الرجال وجب عليهم الرد. مش يقول لك مش واجب، ده عيل، يجب في حقهم الرد على الراجح، لأن في بعض المذاهب الشاذة قالت لا يتأتى عليه وجوب إذا كان صبيا. هذا مذهب شاذ، ولكن المذهب المعتمد أنه إذا ألقى الصبي السلام على الرجال وجب عليهم الرد على الكفاية، فإن رد واحد وكانوا مجموعة كفى، ويستحب أن يردوا جميعا. وكذلك يستحب إذا مر الرجل على الصبيان أن يسلم عليهم، فإن سلم عليهم يردوا، وكان فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم. أما الرجل إذا مر على النساء فإن كان معهن محرم يستحب له أن يبدأهن بالسلام، فإن سلم عليهم وجب عليهم الرد من الرجال دون النساء، لأنه فرض على الكفاية، فالرجال اللي معهم يردوا وخلاص، الستات ساكتين. فإن كانوا مجموعة نساء فقط وليس معهن محرم ولا رجل يسلم عليهن، يسلم عليهن كويس، فإن ردوا يردوا بصوت غير مسموع. واضح؟ ليه؟ يجب عليهم الرد ولكن بصوت غير مسموع، حتى لا يكون هناك نوع من التودد أو الود الذي يجر إلى المخاطبة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية. فإن كانت المرأة منفردا ومر عليها رجل، فإن كانت مما لا طمع فيها لزواج كامرأة عجوز كبيرة، فله أن يسلم عليها ولها أن ترد عليه بسلام مسموع، لا شيء في ذلك. أما إن كانت ممن يرجى نكاحها وامرأة جميلة وغير ذلك، فيستحب له ألا يبدأها بالسلام حتى لا يحرجها فترد عليه السلام. واضح؟ كل دي تفاصيل في المذاهب، فهمت بقى؟ ناخد بالنا منه. باب استحباب السلام على الصبيان. وعنه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 91 بعد 700 و5000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. طب وليه بيحكوا الحكاية دي؟ دليل إن كان في الجاهلية لما الرجالة تمشي وتعدي على الصبيان كأنهم ما فيش حاجة، كأنهم بهايم، فاهم؟ لكن وجدوا النبي بيعمل حاجة مش معتادة، فلما هو غير معتادة أخبروا. عارف لو هي كانت عادة ما كانش أخبر، ما حاجة مستقر. كونه يخبر دليل أن عادتهم كانوا لا يسلمون على الصبيان، بل بان بعد ذلك أنه كان الرجال أيضا لا يقبلون صبيانهم، يعتبروا أن تقبيل الصبيان دي ضعف، إظهار الحنان للأبناء ده نوع من الضعف لا يليق بالرجل، فما كانوش يقبلوا صبيانهم. فلما دخلوا على النبي وجدوه بيحضن سيدنا الحسن والحسين يقبله، فقام قال له ايه الأقرع بن حابس، أتقبلون صبيانكم؟ حاجة غريبة دي، فهمت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وماذا أفعل فيك وقد نزع الله رحمة من قلبك؟ هعمل لك ايه؟ أنت ما عندكش رحمة، إحنا عندنا رحمة، فهمت ازاي؟ فيقول له إن لي 9 من الولد لم أقبل واحدا منهم قط، قال يعني بيتباهى يعني، علشان عندهم قسوة، تلاقي النوعية دي عندهم قسوة، لكن النبي لا، النبي كله رحمة صلى الله عليه وسلم.
وحدث قال وعنه به قال وحدثني اسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار بهذا الاسناد، وعنه به قال وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن سيار قال كنت امشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت انه كان يمشي مع انس فمر بصبيان. انس بن مالك ده زوج ابو زوجته حماه، يعني انس بن مالك حما مين؟ ثابت البناني. ثابت البناني ده كان تابعي وكان من العباد وكان يقوم الليل طول عمره، كان يقوم الليل وكان يصوم النهار، وكان زوج بنت انس بن مالك وراوي احاديث انس بن مالك وخادمه في كبره، لان سيدنا انس لما كبر ضعف بصره فاحتاج قائد له، واحد يوضيه واحد يدخله الحمام واحد يوديه المسجد، فكان مين قائده وخادمه؟ هو ثابت بن مالك. كويس، فعشان كده هو معظم رواه يعني اشهر روايات انس بن مالك تلاقي ايه رواياتها معظمه عن ثابت البناني. ثابت البناني مر على صبيان سلم عليه وقال لهم كنت مع انس بن مالك فمر على صبيان فسلم عليه، وحدث انس انه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، وده من نوع من المسلسلات، خد بالك نوع من انواع المسلسلات، يعني ايه الحديث بيرويه بطريقه معينه في ظروف معينه، فهمت بقى ازاي؟ لما يبقى بطريقه معينه وفي ظرف معين وقت معين حادثه معينه يسموه مسلسل. باب جواز جعل الاذن رفع حجاب او نحوه من العلامات. احنا عارفين ان الانسان لو ايه لو جالس في مكان وبابه مرقا عليه لا تدخل عليه الا باذن، مش كده برضه؟ دي اداب المسلمين كده، واحد دخل حجره وقفل عليه الباب ممنوع تدخل عليه الا اذا استاذنت، والاذن يشرع ثلاثا فان اذن فادخل والا فارجع، مش كده الاداب اللي استقرت علينا واللي احنا اتعلمناها؟ ممكن اكون بقى عامل علامه انا مع الناس او مع اولادي او مع اي حد، اقول لهم يا جماعه طول ما انا فاتح الباب ادخلوا عليا من غير اذن، فهمت بقى؟ فاقوم ايه لان انا مثلا عايز ادخل اخلو لنفسي اقعد اكتب حاجه اقرا حاجه، مش عايز بقى كل شويه الباب يخبط وادخل واعمل واقطع على نفسي، عايز اقرا وردي مثلا القراني، عايز اخش اصلي، فمش كل شويه بقى الباب مقفول يخبطوا يشغلوني، يبقى في علامه بيني وبين اولادي او بيني وبين مثلا اصدقائي ان كنت عايش مع اصحابي او بيني وبين مثلا اهل الحي ان كنت بجلس في مكان الناس بتاتي الي اقضي حوائجهم، ان يبقى في علامه لو عملتها لهم معناه ادخلوا عليا من غير اذن. الوقت في بعض الايه المصالح يكتب لك اللمبه خضراء منوره معناه ادخل على طول للمدير، مش كده برضو؟ علامه. لمبه حمراء منوره معناه ما تدخلش الا باذن، كده برضه علامة تعملها وخلاص، فهمت بقى المسألة؟ يبقى لك أن تتخذ علامة بينك وبين من يعيش معك بحيث أنك إذا فعلتها كأنك تصرح لهم أن يدخلوا عليك بغير إذن، واضح؟ ده جائز في الشرع الشريف. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. يعني ايه؟ قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اللي هو كان حامل نعل النبي، حامل نعل النبي عبد الله بن مسعود دي شغلته، كان حامل وكان يعتز بهذه الوظيفه، النبي اذا دخل مكان وخلع نعله سيدنا عبد الله بن مسعود يشيله ويحطه تحت الكتف يفضل قاعد لحد ما النبي يقوم يروح حاطط له النعل، فكان حامل نعل النبي، وكان يدخل على النبي في بيوته بعلامه، النبي قال له طول ما انا رافع الستاره ابن مسعود ابقى ادخل على طول ما تستاذنش، طالما رفعت الستاره وابتديت تسمع الحوار اللي بيحصل جوه الحجرة ادي معنى ايه؟ وان تستمع سوادي يعني سراري مناجاتي داخل حجرتك، طالما رفعت الحجاب وسمعت كلامي داخل الحجرة وانت في الخارج معنى ادخل بلا اذن، معنى ايه؟ ادخل بلا اذن، يبقى دي علامة جعلها بينه وبين عبد الله بن مسعود.
عشان كده كثير من الصحابه اللي كانوا يجوا يسلموا ويعيشوا شويه في المدينه قد اسبوع ولا حاجه، يفتكروا انه عبد الله بن مسعود ده من ايه؟ من احد افراد بيوت النبي، لانه شايفينه داخل طالع طول النهار من غير اذن. فيقول لك اه ده ازاي ده ساكن معاهم بقى ولا ايه ده؟ ده عايش معاهم، يفتكروه كده. من شده ايه؟ يعني تدخله وتدخله باذن النبي له صلى الله عليه وسلم. يبقى قال له ايه؟ اذنك يعني يا ابن مسعود اذنك علي ان يرفع الحجاب. اول ما تلاقي ان انا رفعت الستاره ولما تيجي تقرب قبل ما تدخل بتسمع الكلام اللي بيحصل جوه الحجره، ادي معنى وان تستمع سوادي، يعني السواد اللي هو السرار، السرار، عارف انت لما تيجي تسر حاجه لانسان تقوم ايه؟ سوادك يقرب لسواده، يعني شخصك يقترب من شخصي، يعني جسمك يقترب من جسمي. يبقى ايه؟ يبقى السواد هو الجسم. وان تستمع سوادي يعني ان تقترب مني فتستمع ما اقوله لمن بجواري. فهمت؟ يسموها المناجاه. او السرار. وان تستمع سوادي حتى انهاك. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم، قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا عبد الله بن ادريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسناد مثله. باب إباحة، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. كان زمان أيام الصحابة وفي عصر النبوي الشريف إلى أن فتحت الشام، كان لا يوجد دورات مياه داخل بيوتهم، فكان الإنسان إذا أراد البراز أو التبول يضطر أنه يخرج من البيت ويذهب إلى مكان بعيد حتى يقضي حاجة الإنسان. كويس؟ طب والنساء دول مش إنسان؟ ولا لا يتبول ولا يتغوط؟ يتبول ويتغوط. لكن الخروج للمرأة بغير ضرورة لا يجوز. فقال لك يبقى ضرورة حاجة الإنسان تجوز الخروج من بيتها بغير إذن زوجها لحاجة الإنسان. يعني مش محتاجة بقى تستنى جوزها تاخد إذنه عشان تخرج تتبرز، أو تاخد جوزها مسافر تقعد بقى أسبوع مستنيها، ما ينفعش. فاهم؟ فيبقى للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها لقضاء حاجة الإنسان. الوقت طبعا احنا ما بنحتاجش الحكايه دي، ليه؟ لان كل بيوتنا الواحد من دول بيبقى ساكن عنده اوضه وصاله وخمس حمامات، يعني الحمامات بقت كتيره والحمد لله. يعني في بعض البيوت تلاقي عندهم خمس ست حمامات داخل الشقه الواحده. فهمت؟ يعني مش محتاج بقى، ده هو وجيرانه ممكن يخشوا عنه، يبقى مش محتاجين الحكايه دي. لكن كانوا زمان الايه؟ كانوا محتاجين الحكايه دي، ان المراه بتحتاج انها تخرج. والمعروف ان الاصل العام ان المراه لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه، ده الاصل العام، الا اذا كان لحاجه الانسان فلا تحتاج لاذن. فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت سوده بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها. زوجات النبي ضرب عليهن الحجاب فلا يرى شخوصهن ولا يرى وجوههن حتى عند الحاجة لرفع الحجاب. احنا قايلين يرفع النقاب عن المرأة المنتقبة عند الشهادة، عند أداء الشهادة وعند المداواة، مش كده؟ برضه في أحوال وعند عقود البيع المهمة حتى يتعرف العاقدان. فهمت ازاي؟ يعني في أحوال، وعند طلب الخطبة. فهمت؟ أحوال كثيرة تكلمنا عنها بتفصيل قبل ذلك. لكن يستثنى منها أمهات المؤمنين. فلا يرفعوا الحجاب عن وجوههن عند أداء الشهادة. ده خاص بيهم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى خاص بيهم، لا يرفعن الحجاب مطلقا عن وجوههن. بل أكثر من ذلك لا يرى شخصهن، يعني هيئتهم حتى هم محجبات. إذا كلموا الناس يكلموا من وراء حجاب، يعني من وراء ستارة، من وراء جدار كمان. ده زيادة هيبة لهن لعظم مقامهن. واضح؟ يبقى دي أحكام خاصة بأمهات المؤمنين. ستنا سودة بنت زمعة دي أم من أمهات المؤمنين، زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما ضرب الحجاب عليها الحجاب خرجت لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها.
هي كانت ضخمة الجثة، طويلة وجاف ضخمة، يعني مهما لبست وتحجبت من هيئتها كده دي سودة. فهمت ازاي؟ واحنا قايلين ان ايه؟ ان المفروض ان امهات المؤمنين لا يظهرن حتى شخوصهن. كويس؟ فلما خرج هي تقضي حاجتها بعد ما ضرب الحجاب، سيدنا عمر شافها قال لها انت سودة، انت عارفينك. ليه؟ لانها جسيمة يعني ضخمة وليها مشية معينة وهيئة معينة مهما تحجبت باينة. فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. لما تيجي تقضي حاجتك بقى شوفي لك صرفة بقى، انت مهما خرجتي وتحجبتي هنعرفك، واحنا مش عايزين الطريقة دي. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وانه لا يتعشى. ستنا عائشة اللي بتتكلم مش كده؟ وان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وانه لا يتعشى وفي يده عرق. عرق يعني قطعة ايه؟ قطعة عظم عليها لحم وبياكل. فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يبقى بالرغم من كده يا سودة وحيبان هيئتك إلا إن لحاجة الإنسان لا بأس، للضرورة، الضرورة لها أحكام. هتعمل إيه يعني؟ فهم؟ إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز، اللي حاجتهم اللي هي إيه؟ البراز اللي هو التبرز يعني. وأصل البراز هو المكان المتسع من الأرض، وكانوا يتخذون الأماكن المتسعة لقضاء الحاجة فيهن، فأطلق اسم المكان على الحل فيه، فأصبح البراز يطلق على ما يحل في الايه؟ البراز. فهمت؟ وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال وكانت امرأة يفرع الناس جسمها وقال وإنه لا يتعشى. وعن أبي قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد حاء. وعن أبي قال من غير حاء ولم يذكر حاء. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد. عقيل بن خالد بن عقيل يعني جده اسمه عقيل وهو اسمه عقيل تصغير عقيل، يبقى عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. المناصع موضع خارج المدينة متسع، وهو صعيد أفيح يعني مكان أفيح متسع يعني براح، يبقى أفيح يعني مكان براح متسع. وصعيد يعني طريق وزنا ومعنى، يعني طريق متسع صعيد أفيح، يبقى صعيد بمعنى طريق مش كده برضو؟ وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، فنداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب، أنه يتحجبن بشخصهن إلا لقضاء حاجتهن بس. فهم؟ وخلاص. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. والأجنبية هي كل ما يحل له الزواج بها،
ولو بعد حين. يعني لو امرأة مزوجة يحرم الزواج بها، لكن إذا طلقت يحل له الزواج بها، مش كده برضه؟ يبقى اسمها أجنبي. أما المحرم هي كل ما حرم الزواج بها على التأبيد مش على التعقيد. فلا تدخل أخت الزوجة ولا عمة الزوجة ولا خالة الزوجة ولا بنت المعقود عليها قبل الدخول بها. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي ناخد بالنا منها. الأجنبية يعني كل ما يحل للرجل أن يتزوجها ولو بعد حين. كويس؟ نقول ليه بعد حين؟ يعني لو كانت مشغولة الذمة بعقد متزوجة رجل فهي ممكن يتزوجها لو مات زوجها وانقضت عدتها أو طلقها زوجها، يبقى برضه تفضل أجنبي. فهمت بقى المسألة؟ وكذلك يحرم الدخول عليها منفردين يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. إلا أن يكون ناكحا يعني زوجا لها، أو ذا محرم أو يبقى مثلا أخوها ابن أخوها ابن أختها، يعني إيه من المحارم. وليش ذكر امرأة ثيب؟ لأنها يتخفف الدخول عليها أكثر من البكر، يبقى البكر من باب أول. يبقى كونه قال ثيب لأن تملي المرأة الثيب التي سبق لها الزواج يتخفف الاختلاط بها أكثر من البكر، لأن البكر تكون مخدرة أكثر ومحافظ عليها أكثر. فلما نبه النبي عن الثيب والثيب حالها أخف من البكر أشار إلى أن البكر من باب أولى. كل دي لازم تبقى في ذهن الإيه الفقيه يفهم. مش معنى كده يقول امرأة ثيب يبقى يقول لك يبقى البكر جائز، لا. فهمت بقى المسألة؟ فلازم يكون عندك حاجة يسموها مفهوم موافقة أولوي. فهمت ازاي؟ لأن البكر أولى من الثيب في حرمة الدخول عليها، فتوافقها في الحكم من باب أولى. فهمت بقى ازاي؟ أدي الطريقة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو أقارب الزوج كأخ الزوج وابن عم الزوج وغيرهما. ده اسمهم الايه الحمو. ليه بقى؟ لان ممكن يكون يعني يسهل لهم الدخول عليه لوجود القرابة، فوجود القرابة مع الخلطة قد ينبني عليها مفاسد، فالنبي حذر من اجل ذلك. فالاقارب من جهة الزوج يسموهم الحمو، والاقارب من جهة الزوجة يسموها الاختان، والأصهار هم الأقارب من جهتين. فلفظ الأصهار عام يشمل القرابة من جهة الزوجة أو من جهة إيه الزوج، يسموه صهر وخلاص. يبقى الصهر هي القرابة بسبب النكاح. إن كانت من جهة الزوج يطلق يقول عليها الحمو، وإن كانت من جهة الزوجة يسموها إيه الختن أو الأختان. فدي كلها مهمة عشان تاخد بالك لما تقرأ تبقى فاهم. وعن أبي قال يعني اخشى دخول الحمو كخشيتك من الموت. ادي معنى الحمو الموت. زي ما الناس كلها تخاف من الموت يبقى خاف برضه من شده الاختلاط بين الاحماء وبين الزوجه. ادي معنى الحمو الموت، يعني كما تخشى الموت اخشى خلطه الحمو بالزوجه. فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثني ابو الطاهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله.
وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهبة قال سمعت الليث بن سعد يقول الحم أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهبة قال أخبرني عمرو حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهبة عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ يعني زوجته فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا. يعني قال له يا رسول الله أسماء بنت عميس بتدخل قرابتي وأنا مش موجود وأنا ما ببقاش مبسوط من الحكاية دي لكن لم أرى إلا خير ما عملوش حاجة وحشة فاهم مش بتهمهم ولا حاجة بس أنا ما ببقاش مستريح أدي معنى لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك يعني من أن يظن بها السوء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة. مغيبة يعني زوجها غائب أدي معنى مغيبة. مغيبة يعني زوجها غائب يعني غير حاضر في المنزل. ألا لا فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان حتى لا تكون خلوة. يعني باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. يعني لو أنت ماشي مثلا في مكان ومعك امرأة وبعدين حسيت أن الناس عارفينك وبيبصوا عليك كده متعجبين قول لهم دي بنتي أو دي زوجتي أو دي أختي. فهمت إزاي؟ علشان تدفع عن نفسك ظن سوء. تدفع عن نفسك ظن سوء لا ما يريبك الى ما لا يريب. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع احدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. يعني أنا يا رسول الله لو كنت هشك في الناس كلها مش هشك فيك أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. يبقى النبي هنا بيعلمهم ليعلمنا مش علشان الصحابة هتظن في النبي سوء. لا الصحابة فوق كده والنبي فوق كده لكن النبي أراد أن يعلمهم في نفسه ليعلمنا من خلال نفسه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي. علي بن حسين لو علي زين العابدين سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين عليهم السلام عن صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سميت صفية عشان اصطفاها من السبي فسميت صفية من أجل ذلك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا يعني في العشر الأواخر من رمضان فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب يعني أعود إلى منزلي فقام معي ليقلبني يعني يوصلني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد يعني آخر حجرات النبي كده. عارف انت المقصورة الشريفة معروفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تمشي بقى وتسيب المقصورة الشريفة وتنك ماشي مستدبر القبلة وماشي هتجد ايه المكان المرتفع اللي بيجلس عليه اهل الصفة اللي يسموها الدكة العالية دي للي راح المسجد. الدكة دي كان عندها بيت ستنا أم سلمة تمشي كمان بعدها بشوية تلاقي بيت أسامة بن زيد
اللي كان بيت ستنا صفيه جنبه، يعني في اخر المسجد، يعني في اخر المسجد ايه من ناحيه الشمال، فهمت؟ فالنبي عشان كده خدها ويوصلها لان الدنيا مظلمه ليل. وكان مسكنها في دار اسامه ابن زيد، فمر رجلان من الانصار فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا احراجا، يعني مش عايزين ايه يحسوا ان هم يعني يشعروا النبي بشخصهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، انها صفيه بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني واحنا هنشك فيك؟ ده احنا نشك في نفسنا وما نشكش فيك، لكن النبي يعلمنا ان احنا نشك في بعض، يعني مش هنشك في النبي بس هنشك في بعض. فالنبي اراد ان يعلمنا من خلال نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا. يعني اذا رايتم رجل مثلي في مثل هذه الصوره عليكم ان ايه الا تظنوا بانسان شرا. وعن ابي قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. يعني لما تجي تدخل في مسجد أو في مجلس في ناس جالسين، لو لقيت فرجة لا بأس ادخل واجلس في الفرجة، إن لم تجد فرجة لا تقلق الناس وتزعجهم وتخش تخطي وتزحهم عشان تقعد، ما يصحش، مش من الأدب، يبقى اجلس وراءهم بقى وخلاص، فاهم؟ إن لم تجد فرجة فاجلس وراءهم، إن وجدت فرجة فبها ونعمت، فسد الفرجة. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، اللي هو سد الفرجة، فآوى إلى الله فآواه الله، يعني كلما اقترب الإنسان للمسلمين وجلس بينهم كلما كان في حرز من الله، لأن الإنسان قوي بإيه؟ بالمؤمنين حوله. آوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر اللي هو استحيا فجلس في الخلف فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر اللي هو اللي أعرض ومشي فأعرض فأعرض الله عنه، لأنه أعرض عن مجلس المؤمنين، وكأن مجلس المؤمنين هو مجلس يحبه الله، فمن أعرض عن مجالس المؤمنين كأنما أعرض عن الله. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. ونقف على باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وبعد غد إن شاء الله هيبقى موضوع السحر، قضية سحر النبي التي أثيرت وأعابوا في صحيح البخاري، هنقرأها في صحيح مسلم ونتناولها التناول الذي تناوله أهل السنة والجماعة
وعلماء المسلمين على مر العصور، لا بالطريقة الغوغائية التي تحدث الآن، ولكن بطريقة علمية حتى نفهم هذا الموضوع. بعد غد موضوع السحر، فمهم لا تضيعه. لكن غدا إن شاء الله هنكمل حتى نقف على موضوع السحر، ثم نفرد له مجلسا بعد غد إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.